أول أخبارنا من الإمارات العربية المتحدة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة إلى دولة الإمارات والتقى في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وتم بحث تطورات القضايا الإقليمية. وأكد سيادة الرئيس على العلاقات الوثيقة اللي بتربط البلدين، وأن مصر بتدعم كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات ضد أي عمل إرهابي يستهدفها.